واحنا بندور في محبة في فيروز اللي كان عيد ميلادها مؤخرا من كام اسبوع، كل عام وجارة القمر بألف خير. وكمان تحضيرا للحلقة دي كنا بنفتش في ذكريات في اوراق في القضابير، لقينا تسجيل نادر جدا، وانا بشكر قناة ماسبيرو زمان ان هي محتفظة بيه. دي قناة عظيمة جدا، بشكر كل القائمين عليها. كان في حلقة كاملة مع فيروز والحقيقة كانوا هما في زيارة للقاهرة، مش فاكرة سببها ايه تحديدا، بس كانت في عندنا مذيعة رقيقة وجميلة ورائعة الله يرحمها اسمها سلوى حجازي. كان الحوار في احد استوديوهات ماسبيرو اللي هو مبنى الإذاعة والتلفزيون. خلينا نشوف جزء من الحوار القديم قوي ده. احنا عرفنا الاستاذ عاصي كفنان، كلمين عنه كزوج. شو بدنا نقول هلا؟ كتير منيح. هو صعب عشان قاعد قدامك انا عارف، لكن معلش انسي مش رح فيي استغيبه هلا، بس منيح. وايه رايك انت يا استاذ عاصي مدام فيروز كزوجه وام؟ منيحه. شوفي هل منيحه، شوفي عنها، هل شخصيتها الفنيه بتشبه شخصيتها كانسان عاديه ولا مختلفه؟ يعني شوفي، الانسان لما يكون عنده شخصيه بتصير تنعكس على كل شيء، فتقريبا شخصيتها من داخل شوي ببعضها. اصل احنا الحقيقه لما كنا بنسمع صوتها قبل ما نشوفها كنا بنتخيل ملاك، شيء معنوي جدا يعني. كتير هيك تخيلتي قوي. فاول لقاء لكي كان شعورك ايه نحوه؟ هل كنت متصوره ان في يوم من الايام ممكن يبقى زوج لكي؟ لا، اول ما شفته قلت عنه دمه تقيل. يا مرة مع اعتذارها طبعا. ما هو بيعرف، ما بيستريش خبي لأنه أنا حاسة وقتها عملت استاذ كبيرة لأ، سألوني كيف صوت أخلوها نص نص خلصين يعني. دي قديمة جدا. في ستينات، بس بقى مش متأكدة امتى يعني. ستينات يعني، أنا كان عمري 4 سنين أو 5 سنين.